الله معكم عمر سليم، ان شاء الله نشخص بيه مع بعض. اسمه يوزما، برنامج ده من برامج الاوجمانتد رياليتي القوية. بيبقى فيه نص او صورة، هو بيبدأ يحولهم لحاجة ثلاثية الابعاد، او يبدأ يشغل لي فيديو زي ما نشوف مع بعض دلوقتي بعض الامثلة الحقيقية. اول ما بستخدم البرنامج، وده الموقع بتاعه. الموقع بتاعه بيديك ان انت تعمل كرييت، ان انت تعمل صور خاصة بيك انت، تمام؟ فالموضوع سهل وبسيط، مجرد بتديله الصورة وتديله الفيديو وهو يربطهم مع بعض. طيب خلينا نجرب حاجة. دي صورة انا لقيتها على النت، هو اول ما شافها بدأ يشغل الفيديو. هي الصورة اصلا موجودة اصلا ثابتة، جي بي جي، مش فيديو، تمام؟ هو ما بتتحركش غير لما استخدم التطبيق دوت، تمام؟ طيب خلينا نغير حاجة تانية. دي صورة تانية برضو عملة، بيبدأ يقراها وتبدأ الفيديو يشتغل زي ما شفنا، تمام. تعال نشوف صورة تالتة، ودخلنا على الموقع بتاعها بعد ما يخلص، تمام. دي صورة موجودة مرتبطة بصورة اصلا جي بي جي، تمام. ده يعتبر زي فيديو موجود، وبدأ يدخل لي يشغل الماتش كله، تمام. فدي مفيدة لو احنا مثلا نعلق ورقة على الحيطة او جفت على الحيطة، تتحول لثري دي اول ما شغل الفيديو وحطها. مثلا حطيت صورة لأحمد عرابي، أول ما حط كده يجيب لي فيديو لأحمد عرابي وكل حاجة خاصة بالتاريخ بتاعه.